بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنتكلم عن نظرية فيثاغورس وإثباتها. نظرية فيثاغورس هي نظرية قديمة الناس عارفاها من زمان. كان قدماء المصريين بيستعملوا حبل في 3 عقد و4 عقد و5 عقد عشان يقدروا يثبتوا بيه الزاوية القائمة. فلو احنا جينا قلنا ان الضلع ده A وسمينا الضلع ده B وسمينا الوتر C، اكتشفوا ان العلاقة دايما ان ال A square plus B square equal C square، ده في حالة ان يكون مثلث قائم الزاوية. احنا النهاردة عايزين نثبت النظرية دي عن طريق المساحات. فلو احنا جايين نتكلم في الحالة دي، مثلا انا عندي الضلع ده 3 وحدات، 1 2 3 5 وحدات، عايزين نثبت ان لو الضلع ده هو C وده A وده B، نثبت ان ال A square اللي هي بتعبر عن مساحة المربع زائد البي سكوير مساحة المربع الآخر لو هما منشأين على ضلعي القائمة بيساوي مساحة المربع المنشأ على ضلع القائمة اللي هو يعتبر سي سكوير. فاحنا رسمنا 3 مربعات وتعالى نحاول نعملها. لو قدرنا نقول إن المربعين اللي هما باللون الأصفر مجموعهم مع بعض بيساوي الأزرق، فأنا هحاول أغطي بالأزرق المربعين الأصفر. تعال كده هنقطع ونشوف. لو نجحنا ان احنا نغطي الاصفر بالكامل باللون الازرق يبقى احنا كده نجحنا واثبتنا ان سي سكوير ايكوال اي سكوير بلس بي سكوير. طب نشوف حالة تانية. حالة لو عندك مثلث متساوي الساقين 1 2 3 4 وحدات و4 وحدات، تعال نبص برضو نحاول ناخد الأصفر ونضمهم مع بعض ونغطيهم بنفس الطريقة اللي فاتت. هنلاقي إن الأزرق غطى الأصفر بالكامل، يبقى كده نجحنا نثبت إن A square plus B square equals C square. حالة كمان بسرعة بقى نفس الفكرة، قدرنا نغطي بالأزرق الأصفر كامل. كمان واحدة. وعلى فكرة ممكن ننفذ الكلام ده بإن احنا بنفس السكيل اللي احنا عاملينه لو عملناه على أوراق وقصناه هيبقى جميل جدا بالنسبة للأولاد إن هما بعد القص إن هما يبدأوا ينفذوا، بس تبقى انت عارف الفكرة بتاعتها والمفتاح بتاعها ايه بالظبط. الجزء اللي فاضل في طريقة تانية بنقدر نثبت بيها برضو. تعال نبص مع بعض. لو انا جبت مربع بالمنظر ده وعندي مربع بنفس المساحة بتاعته، تعال نشوف هل هقدر اثبت الكلام ده هنا ولا لا. لو جيت ابص، لو خدت اي مثلث قائم الزاويه هنا وسميت ده ايه وده بي، بقى ده سي، نفس الوضع هنا بقى ده ايه، يبقى انا عندي المثلث الاصفر ده طول ضلعي ايه، يبقى انا كده عندي مساحته a سكوير. نفس الوضع هنا هلاقي ده بي بي، يبقى انا عندي هنا بي سكوير. هحاول انقل المثلثات الخضراء الموجودة عندي هنا في الجهة الأخرى. المفروض ان اللي يتفضل المساحة اللي تفضل مكشوفة هي نفس المساحة a squared plus b squared. تعال نبص كده،
بقى عندي مربع طول ضلعه سي، يبقى المساحة الصفراء الموجودة دي بتساوي a سكوير بلس c سكوير بلس b سكوير، يبقى أنا كده عندي إن ال a سكوير بلس b سكوير ايكوال c سكوير. شكرا.